احنا بنعرف اليوم السرقة ممكن يكون لها أشكال متعددة، أنواع متعددة، وهي كجرم أكيد لها توصيف قانوني ضمن القانون السوري مختلف ومحدد عن ما ممكن الناس تسمعه بشكل عام. أكيد سلمى، وللأسف يمكن السنوات الأخيرة صرنا نسمع بحالات كتير للسرقة. اليوم الظروف المعيشية، ظروف الحرب الاقتصادية صحيح. والاجتماعية والتربوية حتى اليوم أثرت بهذا الجيل، فصرنا نشوف أعمار كتير صغيرة تورطت. اليوم القانون صح اليوم راح للعقاب، ولكن هي كانت أيضا رسالة توعية. صحيح رشا، اليوم رح نحكي أكثر عن السرقة، كيف ينظر القانون السوري إلى جريمة السرقة من حيث التعريف والأركان والمواد الناظمة لقانون السرقة مع الأستاذ المحامي محمد خالد القداح. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ، أهلا بحضرتك. من الجملة اللي ختمت فيها سلمى خلينا نروح بسؤال لحضرتك وروح للتعريف القانوني للسرقة. طبعا هلا القانون عرف السرقة بالمادة 121 وهي أخذ مال الغير المنقول دون رضا، يعني هو أخذ مال المنقول الغير دون رضا، وبالأعم هي أخذ المال عنوة دون رضا المجني عليه، طبعا خارج عن إرادته، وهو سيطرة المجني عليه على المال المملوك للغير، كتعريف معبر عن السرقة. طيب أستاذ محمد، هل يقصد بالسرقة فقط هي ما يختص بالشأن المالي، أم أن هناك يعني خلينا نقول أصناف أخرى من السرقة، سرقة السيارة مثلا، سرقة أمور خاصة أخرى، أحيانا أوراق رسمية، أحيانا أنواع مختلفة يعني تبقى تمام. هل يختص القانون فقط بتجريم السرقة المالية؟ طبعا هل السرقة تقع على المنقولات فقط تمام، ويضاف إليها العقارات بالتخصيص. العقارات بالتخصيص هي ما يوصح لخدمة عقار معين، مثلا جراج زراعي يوصح مثلا لخدمة عقار معين فيتم اعتبار من السرقة، والسرقة لا تقع إلا على المنقولات بشكل عام، يعني أي شيء يسهل سرقته أو استخدامه ووضعه في حيازة المجني عليه. طيب خلينا نروح اليوم لأركان السرقة بنظرة قانونية، اليوم شو هي أهم الأركان اللي وضعها القانون السوري؟ تمام، هلا بالنسبة لأي جريمة نحن يوجد عندنا ركن المادي وركن المعنوي والعلاقة السببية بين الفعلين، بين ركن المادي والمعنوي. الركن المادي هو فعل الأخذ، يعني بمجرد لو حكيناها بالعامية شوي، بمجرد ما أنه الفاعل بلش بفعل الأخذ لما يملكه تمام، هنا نتضح بأركن المادي. أما الركن المعنوي وهو نية التملك، يعني الجاني هو عم يقصد عم ياخذ هذا لنفترض المبلغ او اي شيء عم يحاول سرقته، بيكون عنده ركن معنوي اللي هو نيه التملك، والعلاقه السببيه بين فعل الاخذ والنيه اللي تشكلت وقتها بشكل مجمل جريمه السرقه. يعني بتوفر هدول الركنين طبعا. طيب هون هذا الشيء بخلينا نسال اكثر عن المواد الناظمه لجرائم السرقه، كيف يتم تنظيم هذا الجرم؟ تماما، هلا المواد الناظمه هي من الماده 122 للماده 134. طبعا تحدثت العديد من هذه المواد على الظروف التجريديه لفعل السرقه وعن الحالات الموجوده قانونا لتجريم فعل السرقه. ان كان الماده 122 تحدثت عن حالات التجديد، وهي يعاقب، لو تحدثنا عن الماده يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته من 15 سنه الى 20 سنه في حال استجمعت ظرف السرقة بخمس حالات، هي أن تكون ليلا بوجود شخصين أو أكثر لدار سكنة أو معمل حقاته بوجود تهديد وبكون أشخاص مقنعين. هي المادة تحدثت عن 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 أقوى ظروف التجديد بالنسبة لجريمة. صار من دون هاي نعم؟ صار عم نشوف جرائم في وضح النهار ومن دون تماما بطرق تماما إبداعية جديدة تماما صار عم نشوفها بمعرفتك. صحيحة تماما. والمادة 123 تحدثت عن السرقة بالطريق العام أو في السكك الحديدية مثلا، طبعا في حال اجتمعت ركنين من اللي حكيناهم الخمس ظروف التجديد، إذا اجتمعوا تنتين طبعا يتم العقاب من 15 سنة إلى 20 سنة، وفي حال اجتماع حالة واحدة فلا تقل العقوبة عن 7 سنوات، وفي حال وأحيانا يعود تقديرها للمحكمة للعقوبة من 3 سنوات إلى 10 سنوات. يعني المواد هي تحدثت بالتجديد والتخفيف وبكل الوسائل. أستاذ محمد، أنا سألتك بالبداية أنه هل قصد بالسرقة فقط هو الجزء المالي، لأنه في كتير ناس بتخلط من ببعض التوصيف بين النصب والاحتيال تمام وبين السرقة تمام. يعني غالبا يطلق على الأمور اللي بيكون فيها أمور ورقية أنه هي هذا نصب واحتيال وليس سرقة. فخلينا نوضح أيضا الفرق قانونيا بالتوصيف الجرمي للسرقة عن غيرها من الجرائم الأخرى. هلأ الفرق بالنفترض في حال تحدثنا عن الاحتيال هو استعمال دسائس
للشخص المحتال، للشخص الجاني، هو استعمال الدسائس بانه واتباع وسائل حيله على على المجني عليه لاخذ لنفترض ما يملك، لنفترض برضا. يعني انت بتعرفي شخص من يحتال على شخص ثاني، فبتلاقي هو عم يسلمه لنفترض الامور او عم يسلمه الاموال او كذا، بعدين بيكتشف انه تم احتياله. اما بالنسبه للسرقه هو عم يتخذ هذا الفعل من دون ما يدري المجني عليه، يعني هو عم يتبع اسلوب معين بالخفاء من دون ما يحس عليه لنفترض، في حال ليحط اي شيء بملكه بحوزته بعدين بيكتشف انه تم السرقه. اما في حال نفترض ان كان نصب او احتيال، فقلت لك هو بوجود استعمال الدسائس او بتلفيق اكذوبه يد شخص ثالث او باستغلال صفه معينه او باستغلال مكان معين هو بيشتغله، او بامكان تقديم خدمات انه انا بحصل اقدم هاي الخدمات، فمن هون كان نصب واحتيال طبعا معددين من الخمس حالات. طيب استاذ خلينا نروح للحالات اللي تم التجديد عليها ضمن القانون السوري بموضوع السرقه. تمام، هلا الحالات اللي تم التجديد عليها الماده 122 مثل ما تحدثنا، قلت لك ممكن تكون العقوبه الاعتقال. شو بيكون هون السقف السرقه يعني وقت بنروح اقصر عقوبات؟ يعني الاقصر عقوبات فينا نتحدث عن حاله واحده اذا ترافق فعل السرقه مع قتل. مع قتل طبعا هون العقوبه الاداء هي غالبا بتكون موجوده كثير، بنشوف بعض انواع السرقات كان تمام. سرقه وصارت جريمه قتل. تماما، هو ما فايت يسرق ما يقتل، ما يقتل لا وشو قتل، ولكن هو بيكون قتل ولا اما لتسهيل هروب الفاعلين او لتسهيل الجريمه او لتسهيل كذا، فصار في فعل جرمي بالاضافه لفعل السرقه هون الاعدام. ومثل ما تحدث الاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته من 15 سنه الى 20 سنه مثلا، قلت لك في حال كان ليلا شخصين او اكثر استخدام قناع دار للسكنة أو معبد ويكون حمل سلاح أو تهدم السلاح. وفي حال ما صار قتل لنفترض في هذا الفعل الجرمي للسرقة وتم فقط بس الإضرار من حيث وتعرض الشخص المجني عليه نفترض لضرر أو عنف أو جروح أو كذا، لا تقل العقوبة عن 5 سنوات بالإضافة للعقوبة الأصلية. نعم أستاذ محمد، يعني خلال الفترة الأخيرة مثل ما في كتير جرائم تأثرت بوسائل التكنولوجيا، السرقة أيضا دخل ضمن بعض وسائل التكنولوجيا، هل عني القانون بخليني أقول مجارات هذا التطور؟ يعني البعض مثلا ممكن يستخدم رقم ويبعث لك رسائل عن طريق الاحتيال، بعت لي المبلغ المالي او تم تحويل رصيد بالغلط، تبعت انت مبلغ مالي فبتم سرقه رصيد، هي سرقه تعتبر وهي سرقه ماليه لانه انت بالنهايه دافع حق الرصيد مصاري، فكيف يتم توصيف بعض هي الحالات اللي دخلت فيها التكنولوجيا ام الى قانون خاص فيها؟ هلا بالنسبه لهذا الموضوع نحن طرقنا لموضوع الاحتيال عبر الشبكات، يعني ان نفترض مثلا كبيع مثلا عبر السوشيال ميديا، لنفترض انت وصيتي على غلط فانت حولتي مصاري، من بعد ما بوصل المصاري الشخص اللي بعتي له المصاري سكر رقمه وقفله ما بقى رد، فنحن فتنا الاحتيال ضمن الاحتيال ضمن الشبكات. طبعا بالنسبه لهذا الموضوع القانون تعامل معه بانه بيتم تقديم شكوى نظاميه لدى النيابه العامه بصاحب هذا الرقم، في حال انت كنت عم تتواصل مع الصفحه عبر الفيس لنفترض او عن طريق الواتساب بتصوري الرابط، بتروح لجرائم معلوماتيه، بتروح لجرائم المعلوماتيه وصار باختصاص الشبكات هون بهذا الموضوع، فبيتم تنظيم ضبط وبيتم ملاحقه صاحب الصفحه او صاحب الرقم. نعم. لا يعتبر سرقه، يعتبر احتيال عبر الشبكات. طيب يعني احنا كعاميه بنقول سرقه، كثير بيتم في اختلاط يعني بين هذا الموضوع. خلينا نستفيد اكثر بالدقائق الاخيره اليوم، اي حدا مننا معرض للسرقه يعني، ودائما ثقافه الشكوى كثير مهمه بحياتنا. خلينا نروح في حال اي حدا تعرض اليوم لهي الحاله، شو هو الاجراء القانوني المفروض يتبعه الشخص؟ هلا في حال او يعني في حال الشخص مثلا تعرض لجريمه السرقه، فمباشره يتوجه للنيابه العامه من دون تلكؤ في هذا الموضوع، طبعا بيكون من مصلحته كل ما استعجل بهذا الموضوع بيروح للنيابة العامة مثلا بالمنطقة اللي هو موجود فيها، بيقدم معروض معين بالحادثة اللي حصلت معه كاملة، بيتم توجيهه لأقرب قسم شرطة لنفترض أو لفرع الأمن الجنائي، وبيتم التحقيق من خلال الحيثيات الموضوع من خلال التحقيقات الجارية. فمن هذا الموضوع طبعا أنا من نوع بشدد على نوع أنه تعزيز ثقافة الشكوى بهي المواضيع، أو حتى بالنسبة للاحتيال عبر الشبكات يعني. يعني في ناس بتقول لك أنه مثلا يلا خلص عديناها، بس ممكن هذا ضرك، ممكن ضر غيرك يعني بطريق أكثر مثلا، أو ممكن أنا ما يطلع معي شيء إذا أنا قدمت الشكوى، وهذا الشيء خاطئ جدا. نحن كثير عم نشوف نتائج على أرض الواقع حتى لو تأخر وقت بالنسبة يعني للتحصيل النتيجة. فلهيك نحن يعني دائما بنقول شخص يتوجه لأقرب قسم شرطة، هو بيتم توجيهه وبيتم مثلا سؤاله عن مين ممكن يتقصد السرقة، مين ممكن مراقب بيته لنفترض. وبالنسبة لتحدثنا عبر وسائل الإلكتروني مثلا، نفس الوقت كمان بيتم
جلب صاحب الرقم ان كان في حال صفحه واتساب او في حال فيس يعني، وبتم تقديم مقود عليه للعداله. اكيد بنتمنى نكون جاوبنا اليوم مع حضرتك عن كل الاسئله والاستفسارات اللي بتخص جريمه السرقه في القانون السوري والاجراءات المتخذه. الاستاذ المحامي محمد خالد القداح، شكرا لوجودك معنا. استاذ صباحك. شكرا لك استاذ ولكل المعلومات القانونيه اللي ذكرتها، ودائما بنقول هيك شويه توعيه ممكن نحن تخلينا نتجنب مشاكل كثير قانونيه بحياتنا. شكرا لحضرتك. استاذ صباحك.